بابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يخص البارحة ونوهنا بأن هناك ملف فساد يخص أحد بنايات دوائر بابل الآئلة للسقوط. هذه البناية هي المصرف الرافدين، مصرف الجسر، فرع الجسر اللي موجود بعد جمع الأوليات. البناية قيمتها هي 3 مليارات تقريبا و500. في سنة 2011 تم إشغالها وإكمال البناء بال 2011 بمبلغ 3 مليارات و500. للأسف الآن شاهد البناية آلة للسقوط، انتهى وضعها، الشيش اتأكل انتهى، والسرداب الآن وضعه هذا يعني الكونكريت والخرسانة عبارة عن تراب موجودة آلة للسقوط، في أي لحظة قد تسقط هذه مثل ما شاهد وضعها. هذا وضعها الآن.